بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النحو. هناخد اليوم إن شاء الله درس الحال، وبقول الحال المفرد. ليه قلت الحال المفرد؟ لأن أنا عندي أنواع الحال ثلاث: الحال المفرد، حال الجملة، حال شبه الجملة. الحال المفرد هو بس اللي مقرر على الصف السادس. طيب إيه الحال؟ قال لي الحال تعريفه اسم منصوب، تمام، او اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه حين حدوث الفعل. يعني ايه الكلام ده؟ الحال عندي اسم نكرة، يعني اسم ما فيهوش الف ولام. انا لما اقول جاء القائد منتصرا، لو انا سالتك الجمله اللي قدامي دي جمله فعليه ولا جمله اسميه، هتقول لي جمله فعليه، جاء ده فعل، جاء ده فعل. طيب لو انا سالتك فين الكلمه اللي بينت لي حال القائد حينما اتى، هتقول لي كلمه منتصرا. هقول لك تمام، بينت حال القائد حينما اتى، يبقى منتصرا دي بقول عليها حال. طيب اي كلمه اقول عليها حال؟ لا طبعا مش اي كلمه اقول عليها حال، لازم تكون في جمله فعليه. كلمه منتصرا جت في جمله فعليه، تمام، اجابه لسؤال كيف. عشان خاطر اعرف اجابتي صح ولا غلط لما استخرج الحال من القطعه، لازم احط هنا سؤال كيف. كيف حال القائد حينما اتى؟ هترد عليها تقول لي منتصرا، حاله كان منتصرا، تمام. يبقى انا هقول هنا نكرة. نكرة يعني ايه؟ يعني كلمة ما فيهاش ألف ولام، كلمة ما فيهاش ألف ولام. فعلا كلمة منتصرا ما فيهاش ألف ولام، يبقى ده بسمي كلمة منتصرا حال. طيب لما أقول صلى المسلمون خاشعين، صلى المسلمون خاشعين. طيب لو انا بصيت لكلمه خاشعين، هل هي بينت حال المسلمون وهم بيصلوا؟ خاشعين، يبقى هنا حال المسلمون اثناء الصلاه كيف كان حالهم. لو انا سالت سؤال كيف، هتبين لي على طول ان هم كانوا خاشعين. طيب الكلمه، كلمه خاشعين دي في جمله فعليه؟ هتقول لي ايوه صلى فعل، تمام. طيب اجابه لسؤال كيف، قلت لك كيف حال المسلمون وهم بيصلوا، رديت عليا قلت لي ايه؟ خاشعين، تمام. طيب كلمه خاشعين نكره، يعني ايه نكره؟ لحد الصف السادس هقدر اقول لك اللي هي ما فيهاش الف ولام، ما فيهاش الف ولام، يبقى في الحاله دي بقول عليها حال، تمام. طيب لما اقول صلى المسلم خاشعا، فين الحال هنا؟ هترد عليا تقول لي ايه؟ خاشعا. ليه؟ ايوه اجابه اول حاجه في جمله فعليه، تمام. تاني حاجه اجابه لسؤال كيف، كيف صلى المسلم؟ هترد عليا تقول لي خاشعا، يبقى دي بسميها حال، تمام. نكره، الكلمه اللي قدامي نكره، تمام. طيب انا كده بسهوله جدا عرفت اطلع الحال، اعرفه ايه؟ اعرفه ايه؟ قال لي الحال هنا، الحال هنا دايما منصوب، الحال دائما منصوب. تاني الحال دائما منصوب زي المفعول المطلق، زي المفعول المطلق دائما منصوب. طيب يبقى انا عندي هنا لما اقول هنا منصوب بايه؟ لا منصوب بايه دي بقى نرجع لقواعد النحو اللي احنا درسناها الترم الاول. لو الكلمه مفرد او جمع تكسير يبقى هنا منصوب وعلامه نصبه طبعا الفتحه، لو الكلمه مثنى او جمع مذكر سالم يبقى منصوب وعلامه نصبه الياء، لو الكلمه جمع مؤنث سالم طبعا منصوب وعلامه نصبه الكسره. طيب الكلمه الاولى جاء القائد منتصرا، الحال هنا منصوب بايه؟ هتقول لي كلمه منتصرا مفرد، يبقى حال منصوب وعلامه نصبه هنا ايه؟ هقول على طول الفتحه طبعا الظاهره على اخره. طيب صلى المسلمون خاشعين، حال منصوب وعلامه نصب ايه؟ هتقول لي خاشعين ده جمع مذكر سالم، منصوب بايه؟ منصوب بالياء، يبقى انا عندي هنا حال منصوب
وعلامة نصبه الياء. ليه الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. تمام. طيب، صلى المسلم خاشعا، ها الحال هنا منصوب ايه؟ هتقول لي منصوب علامة نصبه الفتحة. ليه؟ لأنه طبعا مفرد، خاشعا مفرد. تمام. طيب، لو أنا بصيت للأمثلة اللي قدامي، ارتمى المريض لاهثا. طيب لاهثا هنا هتقول لي ايه؟ هنا هتقول لي لاهثا حال، منصوب علامة نصب ايه؟ الفتحة. طيب في سؤال بيجيني في الامتحان يقول لي استخرج الحال، خلاص عرفت استخرج الحال واعربه، طبعا الحال دائما منصوب، وبين صاحبه. يعني ايه بين صاحبه؟ كلمة بين صاحبه ده اللي هو بين حال مين؟ كلمة منتصرا، مين اللي منتصر؟ هتقول لي القائد هو اللي منتصر، يبقى صاحب الحال هنا القائد. طيب لما اجي اعربه اقول صاحب حال؟ لا، صاحب الحال يعرب حسب موقعه في الجمله. جاء فعل ماضي، قائد فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، بس لما هو يطلب سؤال مني يقول لي استخرج صاحب الحال او الحال منتصرا وصاحبه، هشوف كلمه، هشوف الحال ده راجع لمين. طيب صلى المسلمون خاشعين، مين اللي كانوا خاشعين؟ هتقول لي المسلمون اللي كانوا خاشعين، يبقى المسلمون هنا صاحب حال، اعربها زي ما هي، زي موقعها في الجملة، ملهاش دعوة بأي حاجة. صلى المسلم خاشعا، فين صاحب الحال؟ المسلم. طيب لما اديك مثال آخر وأقول لك شرب الرجل العصيرة طبعا باردا، ها فين الحال هنا؟ هتقول لي الكلمة في جملة فعلية. تمام. طيب إجابة لسؤال كيف حال العصير لما شرب الرجل؟ هتقول لي باردا، نكرة، يبقى باردا هي ايه الحال. سؤال هنا فين صاحب الحال؟ ها فين صاحب الحال؟ هتقول لي صاحب الحال هنا الرجل. اقول لك غلط. ليه؟ هو مين اللي بارد ده؟ العصير طبعا. يبقى انا هنا صاحب الحال العصير طبعا هنا هو صاحب الحال، اعرابه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طبعا هنا يبقى انا عندي هنا الحال اسم نكره منصوب يبين هيئه صاحبه. صاحبه ده بيبقى يا اما الفاعل يا اما المفعول به، يا اما الفاعل يا اما المفعول به. طبعا لما اجي استخرجه بشوف الحال هنا واقع على مين، يبقى هنا على العصير، يبقى انا اقول له هنا صاحب الحال العصير طبعا هنا باردا، دي الحال بتاعي. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لدرس الحال بالتفصيل. طبعا الواجب صفحة 104 رقم 1 ورقم 2، الواجب صاد 104 رقم 1 ورقم 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.